شهدت حركة المسافرين نشاطا كثيفا خلال النصف الأول من عام 2024 بنمو بلغ 14.20% عبر مطارات الدولة، والتي استقبلت أكثر من 71 مليون و750 ألف مسافر، وهو رقم قياسي مقارنة ب 62 مليون و790 ألف مسافر في نفس الفترة من العام 2023، فيما استقبل العام 2022 من نفس الفترة 43 مليون مسافر. هذا وبلغ عدد القادمين إلى مطارات الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 20 مليون و270 ألف مسافر، بينما سجل عدد المغادرين 21 مليون و90 ألف مسافر، في حين بلغ عدد العابرين 30 مليون و390 ألف مسافر. كما سجلت حركة الشحن الجوي خلال النصف الأول من العام نحو 2,160,000 طن، منها 528,430 طن للواردات و 245,217 طن للصادرات، فيما بلغ حجم الشحن العابر 1,389,136 طن، وبلغت مساهمة الناقلات الوطنية ما يصل إلى 68% من إجمالي حركة الشحن الجوي. وعلى صعيد الحركة الجوية، سجلت إجمالي الحركة خلال النصف الأول من العام الجاري 499,789 حركة جوية بإجمالي نمو بلغ 11.18% عن نفس الفترة من العام الماضي. ويعد شهر فبراير الأعلى من حيث نمو الحركة الجوية، حيث سجل نمواً بلغ 15% عن نفس الشهر من العام الماضي.